فوق البيت ابقى مجنون. وانا صغير كانوا مسميني محمد مش مشكله، اي واحد اسمه محمد تكون محمد مين؟ ولد محمد علي، محمد احمد. فلما كان يجوا عليا يقولوا محمد محمد مين؟ ولد محمد مش مشكله. ما كنتش ابدا كلامي الا بجمله مش مشكله. يمكن السن الصغيره ما تعرفش المستحيل، يعني وانا في سنكم ما فيش حاجه اسمها لا، ما فيش حاجه اسمها صعب، ما فيش حاجه اسمها مستحيل. لما كنت في سته ابتدائي كنت فاكر ان افريقيا زي ما بيتكلمنا في الكتاب بتاع التاريخ هي الزاد العربيه وباقي افريقيا دي فاضيه ما فيش فيها حد. كنت اقول عبد الناصر لما يجيب الجيش بتاعنا وما يمسش ليبيا ولا السودان من الحته الصغيره دي نعدي ناخد بقيه الارض دي. وكنت اقول لاصحابي لما اكبر هلف الحته دي كلها ماشي حوالين البحر الابيض، فكانوا يقولوا ده مجنون. لما ابتديت اهتم بالتربيه او لقيت ان انا محظوظ ان اتولدت مع تربيت محليه، فكنا واحنا صغيرين بنخرج من المدرسه للنادي. نعلم السويس، اعلم النرويج، اعلم المراكب، ده عالم كذا، ده عالم كذا. فابتدا الاهتمام برؤيتي للعالم شكله ايه. وبعدين لما ابتديت اسافر، لما دخلت الجامعه اسافر كل اجازه الصيف واشتغل بعض الفلوس وارجع وعملت حاجه، فسالت نفسي سؤال ايه الميزه اللي عندك؟ ما فيش اي ميزه غير اني خدت الفرصه اني شفت وغيري ما شافش. لما اقعد مع زمايلي اللي كانوا معايا في اعدادي او ثانوي او حتى في الجامعه ممكن ما نقدرش نتحمل بعض خمس دقائق كده، لان الرؤيه والثقافه اختلفت بالكامل. ده نتيجه السفر ونتيجه الاصرار على اني اشوف واتعلم حاجات كتيره قوي. من غير ما احس كنت مثلا الف عايز ازور المصانع اللي بتعمل لما بتشوف طبق سلطه في الدنمارك ثلاثه مني مكونين في ثلاثه مني عملوا ازاي؟ كنت اتكلم بسال ويقولي لي في مصنع مش عارف اسمها ايه، لو عايز تروح روح، اركب قطر ومركب واروح ازور المصنع بعد ما اتفرج بتعمل ازاي؟ قبل ما اعرف ان انا اقتنعت ببقيه فنان او ان انا هيكون لي دور اهتمام. في سنة 86 قامت في دماغي فكرة إن أنا دارس تعليم نفس ودارس تربية، وإن أنا شايف إن التعليم بتاعنا منهار وإن إحنا مش عايزين إمكانيات. عشان كده بقول إن الفكر المتكامل قادر على إقامة إمكانيات وقدرات. يعني يكون عندك فكرة ما تقوليش أنا مش حاضر أنفذها عشان محتاج كذا، لا، الفكرة هي نفسها تقدر تخلق التكوين اللي تحقق بيها هدفك. في فرق بين ان احنا في مجتمع شرقي بنفكر ببعد واحد، يعني عندنا زي الاسلام هو الحاجه، مجتمع تحس الناس فكر ومفكر. ازاي ما عملتش فيه دايمنشن اكتر ان انا بقول السمك بيعيش في الماء، لكن السمك الوان، السمك احجام، السمك يختلف من بيئه لبيئه، سمك الاعماق غير سمك الارض. يعني فكره واحده ازاي تطلع منها 1000 فكره، ده يساعد على ان القدرة على التفكير توسع وتبقى أكبر، وإنه باعتقادي إن مش حاجة اسمها مستحيل. السن بتاعتكم دي لو في إصرار، دايما بقول لما حد بيقول لي أنا موهوب، بقول له أنت لو موهوب تطلع في نص الليل تقول لي الشمس تطلع لازم تطلع. تقدر الأرض تطلع ميه يعني لازم الأرض تطلع ميه. ده الإصرار وبيؤدي إلى أي عمل في الدنيا تقسمه اثنين، صدق الأداء وكمل الإدراك. ما تقدرش على نفسك في اللي انت بتعمله، مالكش دعوه بغيرك ومش حق. ده لو فعلا اديت العمل بتاعك ان انا بلمع الدرجات دي معها بالسوق جامد 100%، خد 50% من التقييم، ال 50% الثانيه قيمه بقى ايه؟ الحصيله بتاعتي ايه؟ اتعلمت ايه؟ شفت دي خبرتي؟ حط ده على ده تبقى القيمه الحقيقيه بتاعت اي حد. لما حسيت بيأس سنه 90 لان مفيش امل، يعني قضيت 5 سنين في قريه اسمها كسر حكيم، كان هدفي انه رؤيتي للتعليم ان المدرسه يكون هدفها تسقط المذاكره على يحيى البيت، المدرسه مش محتاجه مبنى، المدرسه لازم تستخدم كافه الحواس، مش بس اسمع واستخدم النظر، لازم احس والمس واجرب واشوف. فكان رد الفعل ان ده شخص مجنون وعايز يطور التعليم وعايز كذا وعايز كذا. الكلام ده النهارده لما بقوله بكون بيقول ده صح ولازم يكون موجود. يمكن احتمال بالورقه والقلم نقول ان احنا علشان نحصل مستوى التدريب اللي هو موجود في اوروبا تقريبا بيقول 18 سنه محتاجين عشان نوصل لمستوى الادراك او
السيجمال بتاعت الكورة أخليهم 8 إزاي؟ أخليهم 7 إزاي؟ أخليهم 6 إزاي؟ أخليهم 3 إزاي؟ أخليهم ولا خطوة إزاي؟ كل ده ممكن. يمكن الطريقة الذكية دي لما كان التسجيل الشفرة الصينية أفتكر أيام كلينتون كان المفروض إنها بقى لها 6 سنين على بال ما يخلصوها لأنهم شافوا الكم بتاعها وهو فاضل له كان 3 سنين ويخرج. فحبوا يكرموه إنها هو اللي يوقع عليه. عملوا الأربع سنين سنة وبعدين قعدوا عملوا دراسة حولوا السنة لست شهور وبعدين حولوها لشهرين وخلصت الوقت اللي هو عشان يقدروا يحيوا الرائد بتاعهم. فمعناها لأن المسافات تظهر واحنا كلنا عارفين إن الزمن نزل يعني مسألة سهلة قوي وإنه الابتكار اللي احنا شايفين إنه صعب جدا هو من أسهل الأمور في الحياة. بمعنى في سنة 70 أول مرة كنت أسمع عن الموبايل كنت في وسط مجموعة كنا في زيورخ وبعدين أنا حسيت لما حد قال إنه هيبقى تجيب صورتك وصورتي وهيبقى حجمه قد كده ومفيش سلك أنا مفيش سلك يعني إيه؟ يعني تيجي إزاي من الامتحان؟ حسيت بدوخة بركة الإنسانات على جنب إن إحنا مش سهلة. النهاردة لو قلت لأي شخص البنوتة الصغيرة اللي أنا موبايل هتقول لي تذكروني إيه؟ كلمة على الشمس والشمس كلمة على الليل مليان جيل. فإن إحنا فاكرين إنه صعب قوي سهل جدا جدا لو في إصرار. في إصرار على النجاح وفي مجهود مش هينقطع يعني بمعنى إنه هتني ورا الحكاية دي تاخد مني شهر اثنين ثلاثة أربعة وراها لغاية لما أعمل. وطبعا عندي تجارب كتيرة قوي على مستوى الحرف وعلى مستوى تطوير الحرف الفنية بشكل عام. لكن الفكرة إنه أنا سنة 90 لما افتكرت كرمون قلت لا اسمي ولا رسمي مقابل فكرة. مهم الناس تشوفني ولا تعرف شكلي ولا تعرف اسمي لكن المهم أشوف أفكاري ماشية بين الناس. لما بشوف التطور اللي حصل في الخدمة لما بشوف التطور اللي حصل في الحاجات الجبت والآيات القرآنية والتنايات كل الأفكار دي مش محتاج إن أنا أقول إن أنا صاحبها وأنا مفتكرها لكن ببقى سعيد لما بشوف الزمايا اللي نفسها يعني دي الأصل بتاعها بتاعي مش مهم إن أنا أعرف إنها لكن المهم شغلت قد إيه من الناس عملت قد إيه من الناس. ببقى سعيد لما يجي يزور يصور وألاقي المصور يقول لي حضرتك السبب ان انا بقيت مصور لانك انت اللي حددتني الفرق لدرجه ان حتى ضباط بوليس يجوا يقولوا لي انت اللي حددتنا رغم ان دخلت ضابط عشان حد يقول لها ضباط لكن انا بحب الشعر وبحب السينما بسبب وان احنا واحنا اطفال كنا بيجي لك كنت بتعاملنا ازاي او بتعاملنا ازاي. مفيش حاجه اسمها مستحيل ده صفه البني ادم. ويمكن اوقات لما اقول انه في حديث قدسي بيقول عبد اطيعني اجعلك عبد بما المعنى يعني عبدا ربانيا في كل شيء كن فيكون. اذا احنا عندنا القدره ان احنا نحقق اللي بنحلم فيه اذا كان في اراده صادقه. الاراده الصادقه انت البني ادم الواحد هو اللي يعرفه جواك نفسك هو داخل وخارج مفيش قوه في الدنيا هتمنعني عن اني اكمل الطريق اللي انا عايز استمر فيه علشان احقق الهدف اللي انا عايزه. كان كل اصحابي بيقولوا لي انت مجنون انت راجل بتقضي 3 4 شهور كل سنه بره تعمل معرض في بلد تبيع تبع يورو في الفوق فلوس وعايش احسن حته ايه اللي يوديك تعيش في وسط فلاحين ومره ما تجيش فلوس ومره ما تقدرش تتحرك. لكن بقول انه الظروف الصدفه اللي سمحت لي ان انا اتعلم بطريقه خاصه او لوحدي سهل قوي لو راحت لغيري هيبقوا زيي واحسن. المعلومات اللي عندي من حقك انك تاخدها مع فارق 40 سنه فارق السن مثلا زيي وزيك